بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحراني من الأردن ونستكمل دروس الأورنج داتا مايننج مع درس مهم جدا اللي هو توبيك موديلينج اللي هي نمذجة المواضيع. بقدر إني أنا من كوربس معين أو من دوكيومنتس معينة أطلع المواضيع اللي بيست عليها صار في كاتيجورايزيشن لكل هالمواضيع الموجودين عندي، هذا بسموه توبيك موديلينج. خلينا ننتقل مباشرة إلى الإمبلمنتيشن ونشوف كيف بدنا نعمل الموضوع هذا. راح اول شيء استعمل انا الكوربس راح استعمل فيه الجريل جريم تيل سيلكتد، راح استعمل هنا التايتل از التايتل فيريبل، وهنا راح اجيب الكونتنت وبدي اشيل الابستراكت عشان انا ابحث بالكونتنت تبعت الستوريز. لان هنا اذا بعمل فيو للكوربس فيو كوربس بشوف عندي 44 ستوري موجوده عندي هون. لاحظوا هذا الموضوع كثير شرحناه والقصص هاي شرحناها بدروس سابقة، فكل تايتل هنا عندي قصة معينة. فهل بقدر أعمل توبيك موديلينج على هاي القصص؟ الجواب نعم. أول إشي بنسوي فيه بري بروسيس تكست زي ما أنتم ملاحظين، وهون بالبري بروسيس تكست بختار الإنجليش والستوب ووردز اللي بديها. أنا ستوب ووردز عامل ستوب ووردز خاصة فيه، فعاملها داونلود من النت، فراح أخلي لكم إياها بالجيت هاب باث اللي موجود بالوصف، فممكن تستعملوه. بعمل apply، فهلا بعمل هو processing على التكست. هيك التكست جاهز عشان اسوي فيه topic modeling. بروح الان بقول له topic modeling، هاي الوجهة الجديدة. لاحظوا انه بدأ يشتغل، بعمل processing على التكست الموجود عندي هون based على الكوربس اللي انا I selected. It will take some time حتى يشتغل. فالتوبيك موديلينج من أهم المواضيع في التكست مايننج، تتعامل مع التوبكس، تشوف إيش العلاقة بين الديفرنت توبكس الموجودين عندك. هذا كله مهم جدا في التكست مايننج. فهيو خلصت، بعمل دبل كليك بلاقي إنه في عندي 3 methods: Latin semantic indexing، Latin dirichlet allocation، والhierarchical dirichlet process اللي هو اختصار ل LDA والHDP. خلينا نختار اول واحد. اول واحد احنا اخترنا 6 توبكس من كل القصص، فجاب لي فعلا هي 6 توبكس. ملاحظين كيف هي 6 توبكس. الان اللاتين سيمانتيك اندكسين بيستعمل البوزيتيف والنيجاتيف ووردز، الكلمات الايجابيه والسلبيه. الايجابيه انه قديش هاي الكلمه ريبريزنتد موجوده وممثله في الدوكيومنتس عندي، هاي بعطيها ويتس. واذا كل ما قل على ووردز معينه عدم استعمالها كمان في لها ويت. فهاي اللاتين سيمانتيك اندكسينج اعطاني 6 توبكس، واعطاني لكل توبك الكلمات زي ما انتم شايفين باللون الاخضر واللون الاحمر. اللون الاخضر اللي هو البوزيتيف ووردز، واللون الاحمر اللي هو النيجاتيف ووردز. فلقى لي هنا 6 توبكس اللي انا بدي اشتغل فيهم. ممكن طبعا ازيدهم اكثر اقل زي ما بدي. فهاي اول شغله، اذا بحوله على اللاتين ديرش لوكيشن LDA، فلاحظوا كيف هي بعمل بروسيسنج الان وراح يجيب لي الكلمات. طبعا هنا ما بستعمل البوزيتيف والنيجاتيف، راح يجيب بس الكلمات والتوبكس از از. فهلا بنشوف مع بعض اللاتين ديرشت اللوكيشن. طبعا هو باخذ وقت لانه انا في عندي 44 ستوري، وفي كل ستوري في لها توب يعني كونتنت، فهو بيعمل بروسيسنج على هاي كل كونتنت حتى يطلع كل التوبكس اللي انا راح اشتغل عليها. وهي التوبكس حكيته بدي 10 توبكس، طلع لي العشرة توبكس زي ما انتم شايفين. لكل توبك طلع لي اهم ووردز اللي هم بيمثلوا هذا التوبك. تمام. طيب خليني يا اما بشتغل على اللاتين سيمانتيك او اللاتين ديرتش، مش مشكله. خليني على اللاتين ديرتش، في عندي 10 توبكس. الان من هون انا بقدر اطلع مثلا فيو الكوربس، كوربس فيور، وبتلاحظوا هون صار يطلع لي اللي هم العشر توبكس قديش في الويت لهاي الستوري بالنسبة للتوبكس. فتوبكس 3 هاي تقريبا جايبة 100% 99%. فهاي القصة The Raven تمثل بالتوبك 3 اللي هي 99%، فهاي تمثل توبك رقم 3 هاي الدوكيمنت. إذا بس على الدوكيمنت الثانية، هاي مثلا Animal Tales اللي الهير كوربس اللي هي تمثل 99%. لاحظين كيف؟ فكل ستوري تمثل نمبر معينة من التوبكس، أعلى قيمة هي القيمة اللي إحنا بتمثل لي هاي الستوري. فهاي الستوري مثلا تمثل 99.9، فهاي تمثل توبك رقم 5. تمام؟ هاي أول شغلة.
هاي أول موضوع. الموضوع الثاني أنا ممكن إني أطلع من هون داتا تيبل مباشرة. الداتا تيبل ممكن هون الكوربس أو أقول له select topic على الداتا، بدي أختار مثلا topic معين، فهذا التوبك اللي اخترته أنا هذا رقم 2 يمثل لي الآن بالداتا كل هالwords، وهي الweights لكل الwords الموجودين عندي. لاحظوا هاي كل الwords red, cab, bird, little، وهي نسبة الweights بالنسبة للتوبك، فهذا إشي مهم إني قدرت أطلعه. هاي الداتا تيبل خليها هون. الآن بدي أطلع أشياء كثير ممتازة. الآن بدي أطلع الMDS، كيف الMDS represented، هي الريبريزنتيشن للام دي اس. فبتلاحظوا انا بدي اسوي السايز تبعها مثلا اللي هو للتوبكس اللي هي مثلا الستريس، فبكبر وبصغر حسب الاشي اللي انا بدي اختاره. السايز اللي هو الستريس للكلمه، واذا بختار كلمه معينه مثلا او توبك معين، هون الليبل اللي هم التوبكس، توبكس تايتل او مثلا تايتل، اذا بنحط هاي تايتلز بنحط مثلا توبك تايب، او بنحط مثلا هنا اذا بدنا نو توبكس. المهم بس تمرق الماوس انت على هاي التوبك ببين معي الستوري اللي ريبريزنتد باي هاي الموضوع. الكلرينج ممكن احطه على التوبك تايب، على التوبك اي يو تي توبك، او اي شيء بدي اياه انا، ما عندي اي مشكله بمثله زي ما بدي. وهي الشيب والكلر كمان بس بتحكم فيه، شو كلر ريد ريجنز، هاي شو الكلر ريجنز. كمان ممكن اني احدد قديش هاي النقطة مثلا، هاي التوبك، هذا التوبك اللي هو توبك رقم واحد، توبك ون اللي اخذ اكثر ويت موجود عندي، فهي الاريا تبعته، فبشوف بعد كل توبك عن التوبكس الثانيين، وهذا حقيقة مهم جدا بالام دي اس، فهذا مهم. وهنا في عندي هاي كل الشيب شيبس حسب الكلرز اللي موجودين عندي، الاي يو تي تايب، هاي التايب تبعها، فذيس از انذر ثينج. الان بدي مثلا من هنا اطلع كمان الداتا تيبل، اذا بدي اطلع الداتا تيبل مش مشكلة، ممكن اختار مثلا شيء معين، توبك معين ما عندي من هون، و اطلع له انا ايش ال related information زي ما انتم شايفين. الشغل الثاني بدي اطلع ال cloud word، cloud word cloud، وبدي اقول له طلع لي based على selected topics لا topic، وبدي اقيم الاولى. فهيك انا كل ما اختار مثلا topic معين باجي هون وبفتح هاي كمان، يلا خلينا نشوف اللي بوث مع بعض، نحطهم هون وبفتح الويندو الاولى. هاي التوبك الاول represented by هذول الوردز، هاي التوبك الثاني مثلا، هاي التوبك رقم مثلا 8، وهي الكلمات اللي ممثلة بالتوبك المعين. هاي هيك تقريبا الاشياء اللي كنت بس اشي واحد كمان على الMDS، ممكن نطلع طبعا المين عن طريق البوكس بلوت، بوكس بلوت، هاي البوكس بلوت هون بمثل لي حسب اشي معين انا بدي اياه، الميدين والمين والتوبك والجروب اللي انا بدي اشتغل عليه، تمام. فممكن اطلع كمان هذا الموضوع. فهذول كل الويدجتس اللي انت يو كان يوز بالتوبك مودلينج. اهم ايش انا عندي هنا التوبك مودلينج، اني انا اي كان يوز ون اوف ذا 3 ميثودز الموجودين عندي هنا. بقدر اختار نمبر اوف توبكس تو بي شوت، هون عندي 10 توبكس. بقدر اختار الاس اندكس او ال دي اي او الاتش دي بي. هذا هو موضوع التوبك مودلينج. لكن بدي اليوم اعطي كمان مثال، وبدي اعمل امبورت، بدي اعمل امبورت لدوكيومنتس باللغه العربيه واجرب باللغه العربيه اعمل توبيك موديلنج. فخلينا شويه نعطي السيستم شويه وقت حتى يشتغل. طبعا زي ما انتم ملاحظين الموضوع سهل جدا جدا، موضوع ما بده تعقيد، ستريت فورورد. توبيك موديلنج ممثل بشكل سهل جدا، يو كان يوز ات في اي لانجويج تقريبا موجوده. فانا هون بدي اعمل هسه امبورت لدوكيومنتس، تمام. بالامبورت بدي استعمل الانيمال اند تراديشنال ستوريز اللي انا عملتهم وعملت ابلود كمان بالجيت هاب، فيو كان يوز هاي لانها تمثل قصص عربيه، قصص للحيوانات وقصص تقليديه، فيها تو فولدرز. فهذا السب كل الفولدر موجود بالجيت هاب، يو كان داونلود ات، او انت ممكن تعمل على اي لانجوج بدك اياها. هنا طبعا بس عملت امبورت، بعمل بري
بروسيس للتكست حتى اجيهم الستوب ووردز والحكي هذا كله. فهون بدي اختار انا اللغه العربيه، هاي اللغه العربيه ستوب ووردز، وبدي اختار اللغه العربيه وبدي اقول له ابلاي، هي اشتغل. وبدي اعمل توبيك موديلنج، هي توبيك موديلنج موديلنج، هي بدا يشتغل على كل الكلام اللي باللغه العربيه اللي في القصص هاي. طبعا هاي في عندي مجموعه قصص جوا الفولدر هذا، اللي حابب يستعمله بيعمل داونلود من الجيت هاب للانيمال اند تراديشنال كل ستوريز، وبختارها وبعمل بدخلها على توبيك موديلنج، ببدا التوبيك موديلنج يشتغل حتى يطلع كل الكلمات. الموضوع حقيقة يعني سهل جدا زي ما انتم ملاحظين، بس بعمل دبل كليك هون. فبدي استعمل اللاتين سيمانتيك اندكسنج اللي فيه بوزيتيف ونيجاتيف ووردز، هيطلع لي مثلا الحمار، العصفورة، الولد، القمح، هي تمثل التوبيك الاول، وهكذا لكل التوبيكس. وهون ممكن مثلا اربطه على زي ما بدي، مثلا بدي اربطه على الام دي اس مثلا، هي بربطه على الام دي اس، خلينا نربطه اول شيء على الام دي اس، هاي الام دي اس، الكلر بير كاتيجوري تمام. وعندي هون الشيب، ممكن استعمل الكاتيجوري اذا بدي، بعدين السايز، مثلا كبر لي او صغر لي حسب اهميته في الكوربس قد ما هو هذا موجود. مثلا بنلاحظ انه هاي كبرت، وهاي تمثل لي الستوري اللي هي اسمها السمكات الثلاث، هيها جوا النيم اسمها السمكات الثلاث، هاي اكبر قصه تمثل لي التوبيك اللي ممثل بالكوربس الاساسي. هاي شغله ثانيه كمان، خلينا نستخدم بالله شيء غير اللي استعملناه. مثلا ممكن نستعمل الهيت ماب، هيت ماب من التوبيك موديلنج. وبالهيت ماب راح زي ما انتم ملاحظين عمل لي سب كاتيجوريز، وعمل لي هيراركال كلسترنج جوا الهيت ماب. فممكن اختار مثلا هاي الاريا، هاي ماشي الحال، وهاي ممكن اربطها مع الداتا تيبل كمان اذا بدي، هاي ربطها مع الداتا تيبل، فهي كل كلستر وايش يمثل لي من الناحية هاي. فممكن اختار كلستر ثاني او ازيد الكلسترز حتى اشوف قديش يعني ايش الكلستر هذا او الكلستر هذا يمثل لي. فبتلاحظ انه في علاقة بين الكلسترز اللي جوا، مثلا هذا الكلستر، هذول في علاقة بيناتهم هاي القصص اللي هم اسمهم الدبب الثلاث، الارنب الذكي، الحمامة والافعى، الحصان الذكي، امانة بنت، هذول في ترابط بيناتهم. ف هي بعض الشغلات اللي انا كنت بدي اورجيكم اياها. طبعا ممكن كمان هون تورجوا الوورد كلاود، الوورد كلاود زي ما بدكم. فهي الوورد كلاود اللي ممثله مثلا في توبك معين او في كل التوبكس، هون ممكن تخلوها كل الكوربس، هي الكوربس مع الداتا، فجبت انت كل الكوربس وقديش الكلمات اللي اهم اكثر الويت تبعهم اكثر تكرار. او ممكن تعمل سيلكت توبك على التوبك نفسه، وهيك انت كل توبك هون تختاره، اخترت هذا التوبك ببين لي هون الوورد كلاود المربوطه فيه. هاي التوبك موديلنج زي ما انتم شايفين في اشياء كثيره ممكن تطبق، بشجعكم انكم تجربوها وتشوفوها وتعملوا بحث فيها اذا انتم عندكم مثلا شيء معين، مشروع معين تشتغلوا فيه، وتطلعوا كل جرافس وتطلعوا الشيء اللي بكم اياه. هذا هو درس اليوم، يعني ان شاء الله اني اكون افدتكم فيه. اللي هو اسمه توبك موديلنج، نمذجه المواضيع، اللي هي بتتحدث عنه كيف اتعامل مع توبكس معينه في عده دوكيمنت، سواء كانت هاي عباره عن ون دوكيمنت زي الجريم تيل سيلكتد، او من ديفرنت دوكيمنت زي ما عملت بالامبورت ايمجز واستعملت كل التوبكس او طلعت كل التوبكس حسب ال اس تي او ال دي اي او الهايرايكال ال دي اي. فارجو انكم تكونوا استفدوا من هذا الدرس، والقاكم في درس قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.